استديو واحد يأتيكم من استديوهات شبيبة في مسقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأحبة، نحييكم مرة أخرى في فترة الخامسة من استوديو واحد لهذا اليوم، يأتيكم من استوديوهات شبيبة في مسقط وإليكم أهم الأخبار لهذه الفترة. أوضحت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إصدار المنظومة المرورية لسلطنة عمان 2021 التحسن الملموس الذي شهدته مؤشرات السلامة المرورية خلال السنوات الخمس الماضية، والذي تمثل في انخفاض الحوادث المرورية وزيادة أطوال الطرق وأعداد المركبات. وكشفت الإحصائيات عن انخفاض أعداد الحوادث المرورية في سلطنة عمان بنسبة 60% خلال الخمس سنوات الماضية 2017 إلى 2021 ميلادي، متراجعة من 3845 حادثا بمعدل حادث مروري كل ثلاث ساعات في نهاية عام 2017 ميلادي، لتصل إلى 1539 حادثا بمعدل حادث مروري واحد كل ست ساعات في نهاية عام 2021. نجح فريق جراحي طبي بمركز جراحة وطب القلب صلالة في إجراء عملية زراعة جهازين ووتشمان لمريضين يعانيان من تكرار الجلطات نتيجة الرجفان الأذيني. وأوضح الدكتور سعيد بن مسلم المعشني مدير مركز طب وجراحة القلب بصلالة بأن المركز نجح بعمل هذا النوع من عمليات القسطرة لأول مرة بالمحافظة، حيث كانت تجرى منذ سنوات خارج السلطنة ومن قبل المستشفى السلطاني. وأضاف أن جهاز الواتشمان يزرع في الزائدة الأذنين للأذنين الأيسر للقلب لمرضى يعانون من الرجفان الأذيني ولا يمكنهم أخذ علاجات مسيلة للدم نتيجة للنزيف المتكرر أو عدم نجاح علاجات مسيلات الدم في بعض المرضى. وقد أجريت العمليتان لمرضى تعدى عمرهما 60 عاما وقد عانيا من تكرار حدوث تجلطات الدم بسبب ما يعرف بالرجفان الأذيني بالقلب. متابعين نطلع معكم لفاصل قصير، ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد ونستكمل معاكم أخبار هذه الفترة. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 92 دولارا أمريكيا و30 سنتا، وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ دولارين أمريكيين و96 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 95 دولارا أمريكيا و26 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 112 دولارا أمريكيا و93 سنتا البرميل، مرتفعا بمقدار 5 دولارات أمريكية و71 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فجر الثلاثاء في غسل الكعبة المشرفة نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز سديس كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الحرام. وأضافت أنه فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة حيث شارك بغسلها ثم أدى ركعتي السنة. في غضون ذلك أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي بهدف إثراء تجربة الزوار في استعراض أدوات الغسيل. وبحسب رئاسة شؤون الحرمين يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلل. متابعينا هذه هي أخبارنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا إن شاء الله في استوديو واحد في الفترة الواحدة مساء وأيضا الفترة الخامسة مساء. كونوا بخير وإلى اللقاء. استوديو واحد يأتيكم من استديوهات شبيبة في مسقط.